هلا يا رطب يا قرب التواصل، وين هذا؟ هذا ذاك مال عمان. مال عمان؟ مال عمان. ايه كم هذا؟ كم 2500 بس. 2500 بس. ها اللي برطب اشتري. مبروك. مبروكين. الله يسلمك. حروب شاف رطب في السوق. ايه وتمت خاطره فيه. وحين انتو شو تبون؟ نبغاك تشتري لنا ابوي. اسمع يا حارب، اسمع يا ولدي، انت بعدك صغير وياهل وما تفتهم، والفاكهه والرطب اول ما يضيح ما حد يشتري لانه غالي. بس انا خاطري فيه يا ابوي. ادري يا ولدي، بس اللي ابغيك انك تعود نفسك ولا تعطي نفسك على ما تبى، لان النفس اذا عودتها على ما تبى افسدت، واذا اعطيتها يودتها زين وحزمت الامور لا النفس اصلحت. والرطب اول ما يطيح الناس تبتعد عنه. تبتعد عنه ليش؟ لانه غالي، ويوم تشوف فلوسه حاره حتى النفس هذه تشز عنه ما تبى. حش يا ابوك، هاي ما صارت كلمه قالها الصبي عشان تعطيها الموعظه عن نفسه ما تبى.